السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب دلال عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. إيمي سمرغانم تستعيد ذكرياتها مع والدها وتدعو لوالدتها. استعادت الفنانة إيمي سمرغانم ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان سمرغانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز من خلال نشر عدد من الصور لهما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. ونشرت الفنانة إيمي سمرغانم 3 صور عبر حسابها على انستغرام، الأولى في مرحلة الصغر وهي تقبل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وصورة أخرى تحتضنها وأخرى مع الفنان سمرغانم وعلقت عليهم يا رب. وما زالت الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من آثار إصابتها بفيروس كورونا المستجدة على الرغم من سلبية المسحة. ومن جانبها كشفت الفنانة دنيا سمرغانم أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها حرجة وتوجد في العناية المركزة ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمرغانم. وكتبت دنيا سمرغانم بوست عبر حسابها الشخصية بموقع انستغرام قائلة: والله العظيم دعاكم هو اللي مصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هي لسه في العناية المركزة وما تعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسه ما تسمحش انه نقول خبر زي ده. شكرا جدا، ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفي ماما يا رب. وكانت قد كشفت الفنانة هالة عنبر مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهنة التمثيلية تطورت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز منذ إصابتها بفيروس كورونا منذ 34 يوما في مستشفى العزل. وقالت في تصريح خاص ليوم السابع إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تشهد تحسنا في هذه الفترة ولكنه ببطء. وتابعت الفنانة هالة عنبر: نشعر بالأمل في أن يتم شفاء الفنانة دلال عبد العزيز قريبا بإذن الله وتعود وسط أسرتها، مؤكدة أنها لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم. تطورت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ما بين لافتة إيمي ورسالة دنيا سمير غانم.